الفنانة نعيمة المشارقي تغيب عن حفل تكريمها بمهرجان سينما الجبل بسبب وعكتها الصحية. إليكم التفاصيل. لم تتمكن الفنانة المغربية الكبيرة نعيمة المشارقي من حضور حفل تكريمها ولا تسلم الجائزة المخصصة لها بفعاليات النسخة الثانية من مهرجان سينما الجبل التي تعيش على إقاعتها مدينة أزيلال، وذلك انطلاقا من 3 إلى غاية 7 من شهر شتنبر الجاري. وبسبب وعكة صحية ألمت بها غابت الفنانة نعيمة المشارقي عن حفل التكريم، لتقوم الفنانة ثريا العلوي بتسليم الجائزة بدلا عنها، وطلب الدعاء لها بالشفاء العاجل مع الحضور، للإشارة إلى أن المهرجان سيكرم مجموعة من الفنانين في عالم السينما المغربية كالمخرج محمد عبد الرحمن التازي، والممثلة القادرة نعيمة المشارقي، وكاتب السيناريو الممثل الأمازيغي أحمد نتامة، وذلك تثمينا لعطائهم ومساهمتهم الفعالة في صناعة المشهد الفني بالمغرب.